هذه القطط مضحكة جداً. أوه، من هذا؟ على رسلك يا ساعي البريد. أجل، إنها البلوزة الرائعة التي طلبتها على الإنترنت الأسبوع الماضي. حسناً، لنجرب ارتداءها. هيا بنا. يا إلهي، يبدو هذا الشيء كبيراً جداً. أقسم بأني طلبت الحجم المتوسط. حتماً هذا أكبر من أي حجم متوسط ارتديته من قبل. يا إلهي، هذا مزعج. لنرى ما يقوله الملصق. تباً، لا أتذكر بأني طلبت مقاس إكس لارج. كيف لي أن أرتدي هذا الشيء؟ إذا كانت لديك بلوزة كبيرة ولا تتمكنين من ارتدائها، فجربي هذه الحيلة. ابدأي بالقص مباشرة عبر الجزء الأساسي لبلوزتي من الأسفل. والآن قصي خطاً عمودياً من منتصف بلوزتي من الجهة الأمامية. وعند وصولك للأعلى، قومي بقص الحلقة المحيطة بالعنق من الأمام والخلف. وأخيراً قصي بعض الشراشيب من كلا الجانبين لتصبح أكثر أناقة. وشاهدي النتيجة. يبدو بأن إيمي قد صممت لنفسها قطعة ملابس مميزة. يوم آخر زي ممل آخر. ليس لدي وقت للتسوق، لذلك أظن أن هذا سيكفي. مرحباً يا فتاة. واو، تبدين رائعة. من أين لك بهذه البلوزة؟ أنا ذاهبة للغداء وكل ما لدي هذه البلوزة المملة. أتعتقدين أنه يمكنك مساعدتي لتنسيق اللباس؟ رجاءً. حسناً، سأساعدك. ابدأي بالقص من الأسفل للأعلى في المقدمة. أوبس، ليس كثيراً. الآن قص الجوانب على طول خط الإبط، ثم اقلب الطبقات على الأكتاف، وقص أفقياً تحت الثنيات على ظهر البلوزة. قص القطعة التي أزلتها للتو من المنتصف رأسياً. إن كان لديك صمغ، ضعيه على الحواف السفلية للقطعتين. الآن اضغطي بمساواة على قطع القماش المقلوبة. سهل للآن، صحيح؟ بعد جفاف الصمغ، أمسك المقص الثانية لقص حرف V. قصي ببطء للتأكد أنه متساو. وإلى الجانب الآخر، هيا. لقد فعلتها. الآن ارتدي بلوزتك الجديدة واربطيها في الخلف. إن لم يكن هذا أزياء، فلا أدري ماذا أفضل. وليس عليك أن تصلي مركز التسوق حتى. هذا مكسب بالنسبة لي. اعترفي، ما كنت ستفعليه من دوني. أجل يا فتاة، شكرا. في بعض الأحيان قضاء ليلة الجمعة في قراءة كتاب جيد أمر ضروري. من عساه أن يكون؟ مرحبا فيكي، هل أنت مستعدة للذهاب؟ لماذا لم ترتدي زيك التنكري بعد؟ أوه نعم، حفلة الأبطال الخارقين الليلة. لقد نسيتها تماما. حسنا، أعطوني 5 دقائق فقط، سأعود بعد قليل. يا إلهي، كيف يمكنني أن أتحول إلى بطل خارق في 5 دقائق؟ غير مناسب. لحظة، أعتقد أنه يمكنني فعل شيء بهذا. لدي فكرة. إن كنت في حاجة إلى زي تنكري، فستكون طابعة الكمبيوتر صديقتك المقربة. لحظة، أعتقد أنني أعرف ما تخططين لفعله يا فاكي. أحضري قميصك ومددي على سطح، ثم قصي الطبعة بحرص. لا تتركي أي ورقة بيضاء عليها. هكذا. أحضري قطعة غلاف بلاستيكي وضعيها على المكان المرغوب للطبعة. بعد ذلك ضعي الطبعة فوقها بحيث يلمس جزءها الخلفي البلاستيك. الآن غطي الجزء الأمامي من الطبعة بقطعة غلاف بلاستيكي أخرى. بعد ذلك أحضري ورقة شمع وضعيها مباشرة فوق الطبعة. بمجرد وضعها في المكان الذي ترغبين به، مرري مكواة ساخنة عليها لبضع دقائق. أزيلي ورقة الشمع ويا للروعة، أصبح لديك زي سوبرمان جديد. انظري إلى ذلك، تبدين رائعة يا فاكي. أو لا تزالين بحاجة إلى الوشاح، سيقوم هذا بالمهمة. سيدتي سادتي، لا تخافوا، فملكة الأزياء المصنوعة منزلياً فيكي وصلت، وهي مستعدة للحفلة. واو، هل ابتكرت ذلك في 5 دقائق؟ اتحاد سوبرمان. استمتعوا بوقتكم. يبدو أن أميلي تتسوق في هذه العصرية. الوجهة التالية محل تاكو القريب. كانت لديك مهمة واحدة أيها الكيس الورقي. الآن ما الذي سأفعله بكل هذه الأغراض؟
أظن أنه يمكنني حشوها في قميصي. لحظة، لدي فكرة أفضل. بدلاً من حمل أغراضك في القميص أثناء ارتدائه، قومي بمجرد خلعه. مدديه وأغلقيه من خلال ربط الأشرطة المتدلية، ربطة واحدة في كل مرة. في حال عدم وجود أشرطة في القميص، يمكنك قصه لعمل بضعة أشرطة ومن ثم ربطها. أخيراً ربطتيها كلها. آخر شيء يجب عليك فعله وضع أغراضك داخله. يمكنك حتى استخدام فتحات الذراعين كمقابض للكيس. يمكنك استخدام كيس القميص هذا كجراب شاطئ في الصيف. مهلاً لانا، انتظري، هل لك أن تغسلي لي هذه؟ لم يكن الغسيل ممتعاً يوماً ما، خاصة عندما تجبرين على غسل ملابس شركتك في السكن أيضاً. أوه، احترسي من مادة التبييض تلك يا فتاة. أوه لا، مادة التبييض على وشك أن تقطر على كومة الملابس. لا، لقد وصلت إليها بالفعل. ستفسد مادة التبييض تلك البلوزة، أترون؟ أوه لا، بلوزة ليلي، ستقتلني. ربما لن تلاحظ ذلك. يمكنني تخيل وجهها الآن. لانا، لن أتحدث معك ثانية. كيف يمكن أن تكوني بهذا الغباء؟ ما مشكلتك؟ لا، لا يمكنني إخبارها بما حدث بكل بساطة، إلا إذا جعلته يبدو وكأنه قد تم عمداً. يبدو بأن هذه الورقة ستنقذني. أحضري بلوزة داكنة اللون مثل هذه، وضعي بداخلها ورقة سميكة أو قطعة من الكرتون. ثم أحضري ورقة شجر جميلة مثل هذه، وضعيها فوق البلوزة. والآن اسكب القليل من مادة التبييض في زجاجة رذاذ صغيرة كهذه. لا تقلقي بشأن ملئها بالكامل. وأخيراً رشي مادة التبييض فوق الورقة على بعد بضعة سنتيمترات، وفي غضون دقائق قليلة سترين كيف ستغير مادة التبييض من لون البلوزة. جميلة جداً، أليس كذلك؟ أوه رائع، من أين تعلمت القيام بهذا يا لانا؟ لقد أحببتها كثيراً، أنت أفضل صديقة على الإطلاق. أوه، لا شيء أجمل من قضاء فترتي ما بعد الظهر بمشاهدة المسرحيات القديمة التي شاهدتها أكثر من 100 مرة. هاي، لدينا خطة مشتركة، أتذكرين؟ تمالك نفسك. وفري الوقت بارتداء بلوزتك الكبيرة الحجم بطريقة جديدة. أنزلي ذراعيك من خلال رقبتك إلى أسفل خصرك. والآن قومي بدس فتحات ذراعين المزعجة في الداخل. حسناً، حصلت على جيوب أنيقة. حقاً إنه أسهل تغيير في الملابس على الإطلاق، فلنذهب. تحبين التسوق؟ إذن على الأرجح تعرفين مبهجات التسوق على الإنترنت. انظري كم هو ظريف هذا المايو. حسناً، سأضع معلومات بطاقتي. أوه، هذا الكثير من المال، إنه تقريباً مثل إيجاري. يستحيل أن أنطق ذلك، لم يكن ظريفاً لهذا الحد. أوك، ها هو واحد آخر أقدر على ثمنه. لا 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 أستطيع تحمله، يكفي. هاتي بلوزة طويلة كهذه وأخرجي ذراعيك من الأكمام. الآن اقلب البلوزة ليصبح الظهر في المقدمة. هيا أخرجي يديك من الأعلى هكذا. مجرد أن تساويها وترتاحي فيها، امسكي أسفل البلوزة وارفعيه للأعلى فوق رأسك، ثم اربطي الأكمام المتدلية في عقدة تحت صدرك، لفيها حولك واربطيها في الخلف. أوه، أهلاً أيها المايوه الجديد. هل أنا فقط من يشعر أن مايا توحي بمارلين مونرو؟ أحياناً يكون ارتداء الملابس أشبه باللغز المحير، خاصة إذا كنت نحيلة مثل صوفيا. أوه، هذه البلوزة كبيرة جداً، يمكنني صناعة بلوزة ثانية من هذا القماش. ماذا لو ارتديت الشيء بأكمله بهذه الطريقة؟ لا، ليس جيداً. أوه، انظروا إلى وشاح إيمي الجميل، أنا متأكدة بأنها ستعيرني إياه، صحيح؟ عذراً إيمي، سأخذ هذا الشيء إذا... مهلاً، هل كان ذلك ضرورياً يا صوفيا؟ في المرة القادمة التي ترتدين بها بلوزة وتجدينها طويلة جداً، جربي صناعة عقدة أمامية لطيفة. اربطي الوشاح حول العقدة بالطريقة التي تعجبك. يمكنك وضع فيونكة صغيرة إذا أردت ذلك. والآن دسي العقدة أسفل البلوزة وهكذا لن يظهر سوى الوشاح الجميل. يبدو جميلاً جداً. قومي بتفعيل جرس الإشعارات لتكوني على اطلاع بأي جديد في قناتنا. أوه، يا له من موقف مزعج عند انسكاب القهوة على بلوزة بيضاء. مقرف،
صديقتنا المحظوظة لم تفقد الأمل. شاهدوا التالي: أحضري قلم تحديد أو قلماً عادياً لتحديد البقع، والآن ركزي معنا جيداً. تحولت بقع القهوة المزعجة إلى جزر قهوة خيالية، مثير للغاية. هل ترون أن البلوزة قد أصبحت أجمل من ذي قبل كما أراها أنا؟